بحثنا بعنوان أدلة ومؤيدات إعلامية سماحة المرجع الديني الأعلى السيد الصرخ الحسني دام الله ظله. إن الشريعة المقدسة قدمت العلماء إلى الناس بوصفهم ورثة للأنبياء، فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. فالعالم باب الهداية وطريق الخلاص وسبيل النجاة ووسيلة قبول الأعمال، وفيه المغفرة والشفاعة، فبالعلم تكشف الظلمة وتنزل الرحمة. وانطلاقا من هذه الروايات وامتثالا للأحكام الشرعية، تصدى السيد الأستاذ الصرخ الحسني لأعباء المرجعية، وبما أنعم الله عليه من نور العلم الذي شق به حجب الظلام وكشف به الجهل بالدليل والأثر العلمي، وتجلى ذلك ببحوث استدلالية أصولية وفقهية عالية ناقش فيها أساطين العلماء الأعلام من الماضين قدس الله أسرارهم، ومن الأحياء أدامهم الله، وكل ذلك بحسب الدليل العلمي الأخلاقي الشرعي، ومن الأدلة والمؤيدات التي تدل وبشكل مبسط على علمية السيد الصرخ الحسني دام ظله. أولاً، البحوث الأصولية، وهي عبارة عن مجموعة بحوث أصولية استدلالية عالية ودروس وتقريرات تتضمن مناقشته دام ظل لآراء أساتذته الأصولية. ومنها أولاً الفكر المتين، وهو عبارة عن بحوث أصولية استدلالية عالية وتتضمن أيضاً شرح الحلقة الثالثة للسيد الشهيد محمد باقر الصد قدس سره، وتطبيق عباراتها، وهي إلى وقت كتابة هذه الأسطر على أجزاء 8. 2، الفكر المتين المدخل، وهي بحوث أصولية عالية في أجزاء 4، وهي تتضمن نقاشات وتحليلات وتعليقات وإشكالات على بحوث ونظريات أصولية مختلفة لأساتذتي متعددين، كالشيخ الأستاذ الفياض دام ظله، والسيد الأستاذ الشهيد الصدر الثاني قدس سره، والسيد كاظم الحائري دام ظله. ومن البحوث الأصولية العالية والتي تدخل ضمن المدخل إلى الفكر المتين تقريرات سماحة السيد الصرخي الحسني دام ظله لأستاذه الشهيد السيد محمد صادق الصدر قدس سره، وهي عبارة عن جزئين، وهما أليف منهج الأصول الجزء السابع القسم الأول حالات خاصة للأمر، باء منهج الأصول الجزء السابع القسم الثاني مبحث الضد. وأشار السيد الصدر قدس سره في مقدمتهما وبخط يده الشريفة بما نصه باسمه تعالى: قد استقرت في الجملة بعض مطالب هذا البحث الجليل الذي تفضل به هذا السيد الجليل دام عزه، فوجدته وافيا بالمقصود ومسيطرا على المطلوب، مع الأخذ بنظر الاعتبار ما ذكر دام عزه في مقدمته. أسأل الله حسن التوفيق له ولنا ولجميع المؤمنين. توقيع قدس سره. وهذه شهادة علمية واضحة من أستاذه الصدر قدس سره تكشف إمكانيته العلمية. ومن الأدلة والمؤيدات التبيين في الفكر المتين، وهي عبارة عن شرح وتوضيح مبسط وبأسلوب مبسط للحلقة الأولى من دروس في علم الأصول للسيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره، وهي عبارة عن جزئين: تقرير فضيلة الشيخ الأستاذ باسم الزيدي وبيان وتبيين في الفكر المتين، وهي عبارة عن شرح آخر للحلقة الأولى وهي بجزئين أيضاً: تقرير فضيلة الشيخ رياض القرعاوي والتبيين في الفكر المتين، وهي عبارة عن شرح وتوضيح وبأسلوب مبسط للحلقة الثانية من دروس في علم الأصول وهي على أجزاء 5: تقرير فضيلة الشيخ الأستاذ باسم الزيدي وشرح كفاية الأصول، مباحث الألفاظ، مباحث الحجج، مباحث الأصول العملية مخطوط. أما البحوث الفقهية فهي عبارة عن مجموعة بحوث فقهية استدلالية، وهي تتضمن نقاشات وتحليلات وتعليقات وإشكالات
على بحوث فقهية مختلفة لعديد من العلماء كالسيد الخوي قدس سره الشريف، والسيد الأستاذ محمد محمد الصادق قدس سره الشريف، والشيخ اليعقوبي دام ظله. منها أولا رسالة في نجاسة الخمر، بحث استدلالي فقهي أثبت فيه أعلميته على السيد الخوي قدس سره وعلى كل من يسلم بأعلمية السيد الخوي قدس سره، خصوصا طلبته أدامهم الله. ثانيا الفصل في القول الفصل، وهو بحث فقهي علمي لتنمية الملكة الفقهية يبطل فيه آراء الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله. ثالثا الفصل في الفريضة المعطلة بين رأي واستحسان ودليل وبرهان يبطل فيه آراء الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله. رابعا الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوي والدعاء المدعي يبطل في آراء الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله، ويرد فيه إشكالات الشيخ اليعقوبي على السيد الخوي ويثبت عدم تماميتها جملة وتفصيلا. خامسا التدخين في نهار الصوم، بحث استدلالي مبسط يثبت فيه مفطرية التدخين في نهار الصوم. وهناك بحوث استدلالية عامة وفيها يبطل أطروحة عالم صبيط النيلي، ومنها أولا الفصل في التطبيق بين أصل الخلق والطور المهدوي. اثنين الفصل في رحلة الكشف والمحاضرات القصدية. ثلاثة الفصل في نظرية الطور المهدوي، خصوصا أن شبهة عالم صبيط قد استحكمت وقد التحق به الكثير من الناس من أساتذة جامعات وطلبة ومثقفين وغيرهم، وبقيت لسنين عديدة ولم يستطع أحد أن يرد عليه ويناقشه مناقشة موضوعية إلا سماحة السيد الصرخي الحسني دام ظله، فأثبت فيها أن نظرية عالم صبيط غير تامة، وبحمد الله تراجع الكثير من الناس عن الاقتناع بنظريات صبيط النيلي وأتباع ببركة هذه الردود العلمية. وشهادة أهل الخبرة بالمعنى الأخص هم أصحاب الاختصاص في هذا المجال ممن شهد بأعلمية السيد الصرخي دام ظله، ومنهم سماحة السيد يوسف الحسيني، فضيلة الشيخ الدكتور غسان البهادلي، فضيلة الشيخ الأستاذ باسم الزيدي، فضيلة الشيخ هادي البديري، فضيلة الشيخ رياض القرعاوي، فضيلة الشيخ قاسم المياحي، فضيلة الشيخ نصير العويدي، فضيلة الشيخ الأستاذ علي الدراجي، وكذلك العديد من العلماء وطلبة البحوث الخارج في داخل العراق وخارجه، فضلاً عن شهادة أهل الخبرة بالمعنى الأعم أي من الحوزة وخارجها، ونقصد ممن امتلك الحد الأدنى من الثقافة الفكرية والأكاديمية واطلع على دليل السيد الصرخي الحسني دام ظله بصدق وإنصاف بعد التجرد عن الدنيا وأهلها. وما كتبه السيد الصدر الثاني قدس سره في مقدمة منهج الأصول الجزء السابع وهذا بعضه، وجدته وافيا بالمقصود ومسيطرا على المطلوب، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الكتاب فيه العديد من التعليقات التي لم يردها السيد الصدر قدس سره، وأمر السيد الحسني دام ظله بتثبيتها كدليل على أعلميته وأعلميته على الآخرين. توجد خصوصية مهمة جدا تميز السيد الصرخي الحسني دام ظله، وهي الرد على الشبهات التي تجتاح المجتمع، سواء الشبهات السياسية أم الشبهات الدينية، والتي يراد منها إضلال الناس. فمثلا شبهات عالم صبيط النيلي وشبهة جواز بل وجوب تقليد الميت ابتداء، وشبهات الإمامة والنبوة والعصمة، كما في شبهة أحمد إسماعيل قاطع أحمد بن الحسن مدعي العصمة وفلاح برهان وغيرهم، وكذلك الكثير من الشبهات التي اكتسحت الشارع العراقي. وهذا ما قام به السيد الصرخي الحسني دام ظله، وبفضل الله ورعايته اهتدى الكثير من الناس ببركة الردود العلمية الموضوعية التي أثبتت فيها بطلان دعوة من ادعى العصمة، أو بطلان من ادعى من أنكر الاجتهاد، أو بطلان دعوة من أنكر الاجتهاد والتقليد، أو بطلان دعوة من أوجب تقليد الميت. والحمد لله رب العالمين،
وصل يا رب على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.